ذلك الزاحف لا يملك أي تأثير. أحقاً؟ سأنجح في المرة القادمة، سترى. نطحة محاربي نينجا القوية. 1، 2، 3. ماذا؟ أنا قوي بما يكفي. الزاحف محطم الصخور. لم تتحطم بعد. محاولة أخرى. عند حد معين يصبح الوضع سخيفاً. هل استخدام نينجا الليل أعمدة الإنارة في ضرب الصخرة لم يكن سخيفاً؟ وجدتها. سوف أحطمها وسترون، حتى وإن اضطررت لضربها بأقوى مبنى في المدينة. واحذروا ما هو. ليس بمقرنا. ماذا لو تحطم؟ لن نكون المقنعين الصغار من دونه. لا يمكنك فعل ذلك يا نينجا الليل. ظننتك ستفهم أيها الزاحف، فقد حاولت تحطيم الصخرة أيضاً. اقفزي. يا إلهي، لن أسمح بحدوث هذا. لا. لا، تتجه نحونا الآن. لا تقفوا هكذا محدقين. كان ذلك هو شيكاً. خرج النينجا عن السيطرة، وهذا كله بسببي. عضلات الزاحف الخارقة. كان يجب أن أطلب المساعدة، لكنني أردت أن أريكما بأنني أعرف أشياء عن البستنة رغم أنني لم ألتحق بالنادي. لا بأس أيتها البومة. ألديكما أفكار الآن؟ كلي آذان صاغية لكما. سأفكر، سأفكر. هذه البذور منتشرة. أو إنها تطير بنفس اتجاه الرياح. مهلاً، هذه الفكرة رائعة صديقي. إنها تطير باتجاه الرياح. علينا أن نجعل الرياح تهب بالاتجاه الصحيح. أعرف ما الحل، ولكن أحتاج إلى معلومات عن البستنة. ما الخطة؟ تعالى معي، حان وقت البطولة. أنت مستعد؟ حان وقت عملية إطلاق الرياح. الفتى القد مستعد؟ مستعد. رياح البومة الخارقة. هاي بذوري. سخيفة. سيطرت على جميع البذور. شاهدوني وأنا أزرع المزيد. لنجرب فكرتك. النباتات العادية تحب الضوء والماء. لن تحب هذه النبتة السيئة ذلك، أكيد. أعرف ذلك، كان الذنب ذنب لونا، ليس ذنبي. ما الأمر؟ أتريد سيارتك؟ تعال وخذها. سوف آتي، سأخذها. زاحف، اصطدمت بالمقر الرئيس. يبدو أنك حاصرتني. لو حلونا تحت السيارة. لا، سيسقط. رياح البومة. حتما لم تتوقع أن أترك لوحي في المنزل، صحيح؟ قبضة الزاحف الخارقة. لا، المقر الرئيس. هل فعلت ذلك؟ أيها القط، لم يعد بإمكاني السيطرة عليه أكثر. اصمتي بوما، قادم. آه،
موجات القط الصوتية. أعتقد أنك ستلومني على ذلك. لا، علي توقف عن لومك. هذا ليس ذنبك بل ذنبي. حان وقت البطولة والأبطال يتحملون ذنب ما فعلوه ويصلحونه. عضلات الزاحف الخارقة. أنا السبب في حصول لونا على سيارة كاميرون، تركتها خارجا طوال الليل. لا بأس زاحف، سنساعدك في استعادتها. وأعرف كيف سأستعيدها. يبدو أنك لست قائدة بارعة أيتها البومة. محق، أنا لم أكن أفضل منه. الآن لم يعد الصغار يحبونني وخسرنا العربة. هذا كله بسببي. لا بأس، أحب أنهم كانوا صغار البومة وكانوا فعلا غاضبين من النينجا. لذا ربما سيساعدوننا، لكنهم سيساعدوننا في المهمة بدلا من أن أستمتع أنا. حان وقت البطولة. مستحيل، إنها لي الآن. كحال محاربي نينجا، لن ينفذوا أوامرك بتاتا. يا محاربي نينجا، أنا آسفة، آسفة فعلا. لست قائدتكم، أريد مساعدتكم. أوه، كم هذا مؤسف. وفري علينا هذه القصة المحزنة أيتها البومة. لا تهتموا لكلامها، أنا قائدكم. ماذا؟ ماذا يحدث؟ الوزن ثقيل، اقفزوا جميعاً الآن. مما تخافون؟ أنتم نينجا، ستكونون بخير، اقفزوا الآن. لا، يريدهم أن يقفزوا. علينا أن ننقذهم. أمسكت بك. أنت بخير؟ احذروا، أنا أطود. حتى من دون طبلي يمكنني القيادة أفضل منه. إذن فلنفعل ذلك. حان وقت البطولة، لنصلح هذا الموكب. سرعة القط الخارقة. ماذا؟ خذوا تشكيلاتكم محاربي نينجا. لنرى الآن من الأفضل بالقيادة. أنت حتى لا تملك طبلا. لا يحتاج الأبطال إلى طبول لأن لديهم حركات خارقة كهذه. هيا يا صديقي، فلنعد الإيقاع لهذا الموكب. أجل. ماذا؟ محارب النينجا. لقد أحبوا إيقاعك. يتجاوبون معه. محقا، يمكنني القيادة. 1، 2، 3، 4. يسار، يمين، استديروا، عودوا، اتخذوا التشكيلة الثمانية وتشقلبوا. محاربي نينجا، استعدوا. توقفوا يا محاربي نينجا. ماذا؟ محارب النينجا لي وليس لك. إنهم يتبعون أفضل إيقاع أيها النينجا. هذه القذائف اللاصقة ستوقف موكبك. إن لم أقد الموكب فلن يفعل أحد ذلك. والآن هيا تقدموا. قد لا أحتاج إلى طبلي لأقود الموكب، لكنني سأمنعك من تحطيمه. أنتم تفسدون كل شيء. لمستك، الحق بي. ترى ماذا ينوي أن يفعل؟ هيا بنا، حان وقت عملية الإنقاذ الرائعة. هيا.
فقط انتظروا، هذا شيء جديد وهذه أفضل أفكاري على الإطلاق. استعملت الشبكة من قبل. أوه، لكنكم لم تروا الأمر برمته حتى الآن. ماذا الآن؟ أوه، أجل، لا يعجبني مجرى الأمور. سأقوم بإطلاقكم إلى مقركم الرئيس السخيف، ستلتصقون به وسأغطيكم بالمزيد من المادة اللاصقة، سوف تلتصقون هناك إلى الأبد. كل هذا بسبب ما كنا سنقع في مأزق لو لم أحاول القيام بعملية رائعة. هذا سيعرضنا جميعا لموقف عصيب. حان وقت البطولة. بسرعة زاحف، أبعدنا عن الكرة. عضلات الزاحف الخارقة. أجل، حان دورك الآن، هيا وقت الطيران المذهل. لك ذلك، جناحي الخارقان. والآن لأفضل عملية إنقاذ، وسنفعل ذلك معا. هما الآن. هيا يا نينجا الليل، نحن قادمون. هذا مستحيل. ما رأيك أن تلعب البولينج معنا؟ لا، حتى من دون طبلي يمكنني القيادة أفضل منه. إذن فلنفعل ذلك. حان وقت البطولة، لنصلح هذا الموكب. سرعة القط الخارقة. ماذا؟ خذوا تشكيلاتكم محاربي نينجا. لنرى الآن من الأفضل بالقيادة. أنت حتى لا تملك طبلا. لا يحتاج الأبطال إلى طبول لأن لديهم حركات خارقة كهذه. هيا يا صديقي، فلنعد الإيقاع لهذا الموكب. أجل. ماذا؟ محارب النينجا. لقد أحبوا إيقاعك. يتجاوبون معه. محقة، يمكنني القيادة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، يسار، يمين، استديروا، عودوا، اتخذوا التشكيلة الثمانية وتشقلبوا. محاربي نينجا، استعدوا. توقفوا يا محاربي نينجا. ماذا؟ محارب النينجا لي وليس لك. إنهم يتبعون أفضل إيقاع أيها النينجا. هذه القذائف اللاصقة ستوقف موكبك. إن لم أقد الموكب فلن يفعل أحد ذلك. والآن هيا تقدموا. قد لا أحتاج إلى طبلي لأقود الموكب، لكنني سأمنعك من تحطيمه. أنتم تفسدون كل شيء. للأسف لم ننفذ الحركة. أعرف، كنتما محقين، خفت أن ننفذها بشكل خاطئ. لكن سنساعدك. كنت محرجة. أتعلمين؟ أنا لا أعلم إن كنت فهمت حركتنا. الخطوط موجودة في كل مكان، إنها مشوشة، لهذا سنضيف شيئاً. هذا. حين نكون في موقعينا سنعطي تلك الإشارة وتقومين بحركتك. ليتني أخبرتكما بالحقيقة ما كان روميو سيتوقع هجومنا. ما زال لن يتوقع. هذا أكيد، لننفذ الحركة. حان وقت البطولة. قم بعملك أيها القطار الخارق. روميو فيل، استعدي، انطلاق. روميو، لقد تأخرت أيها الفتى القط. العالم ملكي. هنا روميو. الزاحف، كان أسهل لو ظهرتما معا. سأشرح الأمر مجددا، لقد تأخرت كثيرا. ماذا تفعلان بيديكما؟ الطيران دورني في الوقت المناسب. جئنا جميعا معا. انتهت خطتك. لا، لكنني أردت إطلاق الرائحة الكريهة. أوبس. الفتى القط. لا.
الآن أنا لدي خطة، وحتى تنجح علي أن أتريث. حان وقت البطولة. أجل. أعلم بوجودكم أيها المقنعون الصغار، لكن لن يطول بقاؤكم. بسرعة، ما هي خطتك؟ سنوقف القطار نهائياً، وسنفعل ذلك معاً يا صديقي. أنت اقفز وأحضر بعض الأغصان. أنت اسحب بالقرب من صانع السكك. لك ذلك. بعدها دوري أنا، سأحمل الأغصان إليك وسنستخدمها لتعطيل صانع السكك وإيقاف عمله. دون سكة لن يصل القطار إلى مختبر روميو. هذه خطة رائعة، أظنها ستفلح. حتى تنجح أنجزا مهمتكما. المقنعون الصغار، هيا. أوبس، علي التذكر، لا تتسرعي. هيا يا فتى القط. سأذهب. لا، سأنتظرك. هيا يا صانع السكك، اصنع المزيد من السكك، المزيد. قفزة القط الخارقة. حسناً، حان دوري الآن برفق وتمهل. أحسنت صنعاً بوما. ماذا؟ توقفوا أيها المتطفلون. لقد فات الأوان. أيها الزاحف، أبطل صانع السكك. لا. لا لا لا. ها، سأعود الآن لملء الخزان بالمزيد من السحاب. قوة لونا، اصنعي المزيد من السحب، وضعيها في الخزان. أنقذنا. أستطيع النجاح، أكره البلل، لكن ليس بقدر ما أكره تخييب ظن أصدقائي. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. أنا قادم يا صديقي. أسرع من الرعد. الفتى القط يركض بسرعة أسفل السحب ويجعلها تتبعه. ماذا؟ مهلا، ماذا تفعل؟ إن كنت سأبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. غرقت. كفى كفى. حان الوقت لوضعك في سلة إعادة التدوير. روبوت، لا اتركني. لا. لا، حركة فلاش فاشلة. أيتها البومة، أنت بخير؟ أجل، لكن أنا آسفة، عندما كنت أحاول أن أكون فلاش، أنا البومة،
والآن سيصل روميو إلى كل الكتب. وحصلت عليها بالفعل، وعما قريب ستكون مملوءة بصوري وحسب. بسرعة الحقي بهما، سنأتي بسيارة القط. حسناً، لكن هذه المرة سأستعمل قواي الخاصة. حان وقت البطولة. ما حاجتها لكتاب فلاسي فلاش؟ النظرة الثاقبة. حسناً، أخبرتني العصفورة أنك هناك. سيارة القط، اختبئي. توقيت رائع، خذ، اذهبا واربطاه جيداً حول الشجرتين في الأسفل فوق الأرض. إن أردنا إيقاف روميو علينا أن نوقف روبوته أولاً. ماذا سنفعل الآن؟ والآن ستستعمل البومة الرائعة قواها الخاصة الرائعة. أولاً جناحي الخارقان، ثانياً النظرة الثاقبة. يهو، انظر روميو، لم تأخذ كتابي المفضل بعد. ماذا؟ خذه أيها الروبوت. عليك المحاولة أكثر. لقد اعتدت عليها. هذا غير صحيح، ففي كل مرة تقفز فيها. ماذا تفعل أيها القط المزعج؟ أيها الفتى القط، دعني أستعمل عصا القفز الضخمة، سأوقف روميو باستعمالها. لا يا زاحف، أنا فقط الفتى القط. حسناً، إن كنت لا تسمح لي باستعمال عصا القفز سأستعمل الحقيبة النفاثة. لا يا زاحف، احذر، الحقيبة النفاثة خطيرة. إياك أن تتلف الحقيبة النفاثة أيها السحلية المجنونة. أو لا، قد يتأذى الزاحف بالفعل، لما لم أسمح له باستعمال العصا؟ يا فتى، ساعدني. اطمئني، سأنقذك. أخيرا جناحي الخارقان. شكرا بوما، من الصعب استعمال تلك الحقيبة. حصلت أخيرا على حقيبة نفاثة، والآن سأبدأ بالاستيلاء على العالم. حسناً، علي البدء برشاش الوحل أو ربما جهاز السحق. أوه مهلاً، سأستعمل جهاز نفث الروائح الكريهة. كم أنا رائع. ماذا سنفعل؟ لدي فكرة. يا زاحف، من الواضح أن محاربي نينجا أقوى منك. اطمئن، سنتولى الأمر. لا، أنا سأتولى الأمر. أتريد التدرب مع شخص قوي يا نينجا الليل؟ هأنذا. أرجوك، أستطيع هزيمتك بإصبع واحدة. هذه الإصبع، محاربي النينجا الخارقين عليكم به. يا زاحف قادماً. انظروا، لدينا أداة رياضية جديدة. أحسنتم يا محاربي النينجا، أنتم تزدادون قوة. سرعان ما ستتسنى لكم هزيمة أي شخص في العالم، باستثنائي أنا بالطبع. أنت بخير؟ لا، لقد أفسدت كل شيء. أردت أن أريكما مدى قوتي وحسب. لكننا نعلم ذلك. هكذا لن نستعيد المعدات الرياضية. كان علي السماح لكما بمساعدتي. أصبح النينجا أقوياء جداً ولن نستطيع ردعهم، لا سيما وهم متحدون. وجدتها، تزداد قوة محاربي نينجا باتحادهم، وهذا ينطبق علينا. حان وقت البطولة ولدي خطة. بحثت جيداً كما طلب الزاحف ووجدت هذا الحبل. وأنت؟ دراجة مهترئة، ليس إلا. وجدت كرة شاطئ مثقوبة، هيا.
بالي، علي اللحاق بها لمصالحتها. زحف المجنح. أعيد الآن زاحف المجنح وأمسك بقط طائر أيضاً. أصمت صديقي، سأجلب المساعدة. أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة، أيتها البومة. النجدة. زاحف المجنحة للتأكد من أننا ما زلنا صديقين، وجهاز التحكم بحوزة روميو الآن. بالطبع نحن صديقان. أنا المذنبة، وجب علي مصالحتك أولاً. أوياك، من يكترث؟ الفتيات! طالما نتعاون معاً، حان وقت البطولة. لا لا لا. لا بأس بهذه الرقصة، لكنها ليست مسلية كتلك التي مع القط الصغير. مهلاً، ربما بوسعي تصغير حجمكم. كف عن ذلك. حتى إنك لا تعرف أي زر تضغط. أنت لا تجيد توجيه خرطوم صغير. بلى يمكنني. كلا لا يمكنك. بلى. انتهى وقتكما. ناولان الخرطوم فوراً. صغر ذلك الطائر المغطى بالريش. وأمسكوا بالسحلية يا محاربي نينجا. النجدة. استعدوا لتصغير حجمكم أيها المقنعون. النظرة الثاقبة. ماذا تفعل؟ شيء يدغدغني. مرحى، عدت كبير الحجم. عضلات الزاحف الخارقة. أجل. محاربي نينجا، أحضروا الجهاز. لا، أيتها البومة، تولى السيطرة. ستكون الأمور على ما يرام الآن، أنت معنا. يا صديقي، أنا آسفة، أردت فقط أن تريا مدى براعتي. لكننا نعرف أنك بارعة بوما. ستكونين أكثر براعة إن مررت الكرة. محقان، إنها لعبة فريق ونحن فريق أيضا. حان وقت البطولة. أويا، علينا أن نخرج البومة من كرة القمر هذه. بوصينا ثقبها بشيء كبير ومدبب. هناك علم خارج المتحف. زاحف، دحرج الكرة. هذا القط سر أمامه وأرشده. أين هؤلاء المزعجون؟ من هنا إلى اليسار قليلاً. انتبه، عمود الإضاءة. كرة القمر، عودي إلى هنا. لا. هاي، لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا، إنه قوي جدا. علينا أن نتعاون كفريق. زاحف، استعمل عضلاتك. فتى القط، استعمل سرعتك. وأنا سأستعمل رياح جناح البومة. مرحى، أحسنتما يا صديقي. قطعة خردة. والآن
عضلات الزاحف الخارقة. لندحرج الكرة بأقصى سرعة يا فريقي. أجل، ماذا تفعلون؟